السيد رئيس الحكومة يرافقني في هذا الحوار الإذاعي الزميل نور الدين بالطيب. سيد رئيس الحكومة مرحبا بك. أهلا وسهلا، مرحبا بكم. هذا الحوار الإذاعي سيتناول عدة محاور تعنى خاصة بالتنمية الجهوية، كذلك الصحة، البيئة في ولايات الجنوب الغربي والوسط. هي مجال بث الإذاعة الجهوية بقفصة. ننطلق بولاية قفصة والحوض المنجم والإشكاليات التي يعاني منها هذه المعتمدات المنجمية. كانت هناك حزمة من القرارات التي تعنى بدفع التنمية في هذه المنطقة. تقييمكم في الحكومة لمجمل هذه القرارات سيد الرئيس. شكرا. بالنسبة لولاية قفصة، كما تعرفوا عشت فترة معناها خاصة بعد الثورة، فترة صعبة، خاصة في قطاع المناجم اللي تعدى بصعوبات كبيرة، لكن بفضل منها الحوار وبفضل التشاور مع كل الأطراف منها وصلنا إلى منها اتفاقات ورجع النشاط متاع الفوسفات إلى عادته. لكن الفوسفات ماهوش الحاجة الوحيدة، عنصر من عناصر التنمية في 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 قبصة. أنا القطاع الفلاحي قطاع هام وعنده أهميته وعنده دوره في التنمية، وهذاك اللي يدوم راهو معناها ويلزم الاهتمام به ويلزم معناها التفكير معناها عميق في 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 تطوير القطاع هذا وأعطاه الإمكانيات اللازمة باش يتطور. فما عدة مشاريع منها في القطاع الفلاحي منها تم الاتفاق عليها وشرعنا في انجازها في ولايه قفصه، وان شاء الله منها التناغم يلزم القطاعين، القطاع الفلاحي والقطاع المنجم يكونوا منها تكون متناغمه بيناتهم الاثنين، لان القطاع الفلاحي وحده ما يزيدش والقطاع الفوسفات وحده ما يزيدش. ان شاء الله منها بتضافر كل الجهود نوصلوا الى ايجاد منها، خاصه منها نعرفوا ولا منطقة منها فقيرة ومنطقة تتطلب عديد التدخلات، منطقة عشت فيها 9 سنين من حياتي نعرف جزئياتها ونعرف منها مشاكلها العميقة، وإن شاء الله منها أن نلقاو منها الحلول الكفيلة من مزيد تطوير سيد رئيس الحكومة. لكن الإنتاج حاليا في الفوسفات يقدر بأكثر تقريبا من 2 ملايين طن والمؤمل هو الوصول إلى 5 مليون طن، وكذلك استعادة قيمة هذا القطاع خاصة في الأسواق العالمية. بالطبع منها وكنا ونسمح يلزم واحد يكون واقعي ويشوف الواقع بال ممكننا وين صبحنا تطور القطاع لكن ما رجعش للنسق العادي نتاعه، ورجوع للنسق العادي راهو يتطلب مراحل هامه، وان شاء الله منها في غضون الاشهر القليله القادمه نرجع للنسق الاساسي والنسق الهام. بالطبع بالنسبه للتصدير اختفينا شويه من الاسواق العالميه، وفما ناس منها اغتنمت الفرصه لاقتحام اسواق كانوا عندنا احنا، ومجهود كبير يلزم القيام به على مستوى القطاع منها لاسترجاع منها الاسواق، ومجهود قاعد قائم، وان شاء الله منها نسترجع اسواقنا في اخر وقت ممكن. سيد رئيس الحكومة، تعاني جهة قفصة من مشكل أساسي في النقل الحديدي والطيران. هناك مطار قفصة الدولي، السكة الحديدية وهي من أعرق الخطوط تعود لأول القرن العشرين. هل هناك مشاريع في الأفق لتعصير السكك الحديدية في هذه المنطقة التي تصل حتى لطوزر، وخاصة مطار قفصة الدولي في تفعيل هذا المطار الذي يمكن أن يكون رئة مهمة للتنمية؟ بالنسبة للنقل الحديدي منها فما مشاريع لتعصير، خاصة النقل الحديدي منها استعملوا فيه لهدفين، نقل المسافرين ونقل الفوسفات منها من مواقع من النجم إلى نحو مواقع تحويله منها في صفاقس ولا في قفصة. هناك منها مشاريع احنا نطوع حاليا في محل تعداد المخطط، هناك لجنة جهوية قاعدة تعد في المخطط، ومن الأشياء الهامة
الا ممكن منها يلزم القيام بها هو النقل الحديدي. بالطبع الى جانب النقل البري العادي منها ان هناك منها شبكه طرقات يتم تحسينها وعده مشاريع مبرمجه بالنسبه للمستقبل في قفصه. في خصوص النقل بالطائره النقل الجوي الموضوع هذا مهمش كان مطار صفاقس مطار جابس هم مطار صفاقس هم مطار برقة هم مطار طوس عدت عنا عدت تخريع مطار جابس من هذوما المطارات الموجودة حاليا اللي يمروا ببعض الصعوبات. وكما تعرفوا نشاط المطار مرتبط بالنشاط الاقتصادي بصفة عامة منها من الصناعة والسياحة وكذا 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 وده منها موضوع منها من اهتمامات الحكومة. فماش حل عصا سحرية لإيجاد مشكل منها حيني للموضوع لكن من اهتمامات الحكومة مهتمين بالموضوع النقل الجوي بمطار قفصة ومطارات أخرى التي تشكو نفس الإشكالية. سيدي رئيس الحكومة تحدثت عن تنويع القاعدة الاقتصادية في ولاية قفصة ومن بين القرارات الهامة في المجلس الوزاري المخصص لهذه الجهة أحداث 6 مناطق صناعية في مناطق صناعية موجودة وهناك أحداث لمناطق صناعية جديدة، لكن تبقى المعضلة الكبرى بالنسبة للمناطق الصناعية هي الربط بشبكة الغاز وهذا المشروع الهام معطل حاليا خاصة لإشكالية عقارية. ما هي مجهودات الحكومة في هذا الإطار؟ صحيح مشروع هذه المشاريع كانت معطلة كيف اللي حكينا لها ونحكي عليها في 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 كل المناسبات. منا بعد ما منا المجلس الوزاري المضايق مخصص لولاية قفصة منا وقع إيجاد حلول لبعض المشاكل خاصة منا على مستوى الحدود بين ولاية قفصة وولاية القصرين وبالضبط في مجلس العباس كان تم إشكالية عقارية وقع حلها وانطلقت الأشغال من جديد. مازالت بعض الإشكاليات خاصة على مستوى المظلة ثم شوية تعطيلات لكن منها حارسين كما قلت على الإيجاد الحل الأنسب لها في أسرع وقت ممكن. الإذاعة الوطنية التونسية.